ما بينعاش معكن، ما بتشبهونا وما بنشبهكن. عبارات تتردد على وقع حرب غزة التي زادت من خطورة استباحة حزب الله لإقرار السلم والحرب. فعاد طرح الفيدرالية إلى الواجهة ليكون موضع سجال بين مختلف الأطراف اللبنانية. طب نحن اليوم بال 2024 في هيدا الخلاف الجذري بالخيارات حول مسألة أساسية مثل شو بدنا نعمل بالجنوب، كيف تكون يعني طبيعة المواجهة أو العلاقة مع إسرائيل إلى آخره. طيب إذا بترجعي من وقت أسس البلد سنة 1920، أيضا كان في خلاف جذري بين المكون المسيحي ومكونات أخرى حول هل ينبغي أن يكون هناك لبنان من أصله. لسوء الحظ منطقتنا تقوم على القمع وعلاقات القوة بين المكونات، وقت يكونوا العرب أقوى من الأكراد بيسحقون كما صار بالعراق تاريخيا، وقت يكونوا المسلمين أقوى من المسيحيين بيسحقون كما هو الحال بمصر حاليا، وقت يكونوا العلويين أقوى من السنة بيسحقون كما هو الوضع بسوريا حاليا. وأما وأنه الشيعية السياسية أو الثنائي الشيعي يشعر اليوم أنه هو الأقوى بده يسحق الآخرين. القول بأن الفيدرالية الآن هي الحل، مثل اللي عم يوصف دواء لمرض ما بيناسب المرض القائم، ما له علاقة بمكونات الشعب اللبناني كطوائف متعددة. هذا المرض يصيب الشعب اللبناني كله سوا. مسألة اختطاف الدولة وعدم سيطرته على أراضية وعلى قرار السياسي، هذا الشيء عم يصيب الدولة كلها سوا وسكانها بما فيهم كل المواطنين وبكل الطوائف بما فيهم الشيعة. لذلك الذهاب إلى الفيدرالية هو مثل اللي رايح على دواء بيعالج مرض ثاني. الجدل حول الانتقال إلى النظام الفيدرالية بين الأمس واليوم يطرح المشكلة اللبنانية بعنوانها العريض: أزمة نظام وهوية. الواقع كما هو شديد الوضوح، في هويات مختلفة بهذا البلد. إيران قد تكون صديق ل95% من الشيعة اللبنانيين. بالنسبة لي إيران ثاني أكبر عدو للبنان بعد الدولة السورية اللي هي عدو الأول والدائم. هذه قراءتي أنا، ماروني من جبل لبنان، هذه قراءتي لتاريخ لبنان. في غيري عنده غير قراءة، بحترم قراءته وحقه بخيارات منطلقة من قراءته، ولكن عندما تكون القراءات مختلفة جذريا وعندما تكون يعني تقع هذه الخلافات على أساس الهوية لا يمكن إدارتها من خلال نظام مركزي، وهذا هو المشكلة اللي نحن عايشين فيها حاليا. عندما عرض على المسيحيين وعلى البطريرك الحويي أن يستقل بجبل لبنان وأن يلحق به قضاء صافيتا، أجاب: أنا أريد دولة، والدولة تحتاج إلى مدن وإلى سهول وإلى مرافق. وهكذا كان. وأما التنوع الديموغرافي فهو تنوع أعطى غنى لهذه الدولة، وقد كان يسير سيرا ممتازا إلى أن حصلت النكبة في فلسطين في العام 47، وتدفق الفلسطينيون إلى لبنان، وتفاقمت المشكلة الفلسطينية، ووقعت حرب 67. ومنذ ذلك الوقت نحن ندفع ثمن تلك الحرب. إن التجاهل والتعامي عن الأسباب الحقيقية لهذه الخلافات هو تجاهل مؤذ ولن يؤدي إلى نتيجة. علما إن ما يشكو منه غبطة البطريرك يشكو منه معظم اللبنانيين، فلا يتفردن أحد بموقف معين ويدعي لنفسه أنه يرفض هذه الهيمنة. فهذه الهيمنة التي حدثت قد ما كان لها أن تكون لولا اتفاق مارب خليل. فهل يحمل النظام الفيدرالي حلولا لأزمات لبنان؟ أنا مش ضد الفيدرالي بالمطلق، ولكن أنا ضد الذهاب إلى الحلول المستحيلة. شو الفيدرالية؟ الفيدرالية أنه دولة اتحادية، مثلا الولايات المتحدة دولة اتحادية. إذا بايدن قرر يضرب إيران، بتقدر ألاسكا تقول له لا أنا بدي أمنعك من ذلك؟ مثلا إذا كان الصندوق الفيدرالي بده يصير فيه إنفاق بيسألوا كل الولايات ولا السلطة المركزية بتحط؟ مظبوط. إذا الفيدرالية تقوم على مركزية القرارات الكبرى ومحلية القرارات الأخرى. نحن مختلفين على الشيء الكبير، احنا مختلفين على السياسه الخارجيه، مختلفين على السياسه الدفاعيه، مختلفين على السياسه الماليه. باقي ما باقي هين، اي بلديه بتعرف، بلديه محترمه بتعرف تدبر امورها.
اما نحن عم نروح على حل مثل اللي رايح بدنا نحط نحن العرب امام الحصان، او بدنا نمشي الامور على راسها، بدك تمشي على اجريها بالاول. إذا بدك السيء الأكبر هو الوضع اللي نحن فيه. يعني خلينا نفكر شوي بوضعنا مثل ما هو. صار في جريمة بحق الشعب اللبناني اسمها جريمة المرفأ، ما في حدا توقف من سنتين لهلا. انسرقوا مصرياتنا، انسرق جنى عمرنا، سواء كنا قاعدين برات لبنان أو قاعدين جوات لبنان. ما في ليرة رجعت لحدا. نحن بلد عمليا وظيفته إنه يكون يعني متراس متقدم لإيران، وما حدا قادر يعترض او يغير شيء. يعني وقت ينقلنا انه مش ممكن انه هذا يكون شيء سيء للبنان، لا في شيء أسوأ من الوضع يلي نحن عايشين فيه حاليا بظل النظام المركزي؟ في شيء أسوأ من انه من 100 سنه لهلا تاريخنا حرب اهليه ورا حرب اهليه ورا حرب اهليه ورا حرب اهليه ورا احتلال خارجي ورا سيطره اجنبيه؟ اما وانه يعني وضعنا جدا جدا سيء، يعني جذريا سيء، فلابد من حل جذري ايضا. فكيف تنعكس الفيدرالية على أرض الواقع في ظل التباينات القائمة بين أبناء الطائفة الواحدة؟ سؤال يطرحه المعارضون. أنا إذا بدي أقول في موقف سياسي للمسيحيين، هذا كان موقف ملتبس في الماضي. يعني خليني أقول إنه هل كان موقف التيار الوطني الحر تجاه المقاومة الإسلامية في الجنوب هو موقف القوات اللبنانية والكتائب مثلا؟ إن هناك انقساما حادا في الطائفة المسيحية حيال هذا الموضوع، ونجم عنه اتفاق مارب خايل، ولمارب خايل تداعيات ما زلنا نشاهدها حتى الآن. إذا كان هناك بعض الركيل أو بعض التراجع بموقف التيار الوطني الحر، ولكن التيار الوطني الحر ما زال على حلفه مع حزب الله. هذا من جهة. من جهة ثانية، ألا تعتقدين أن اللبنانيين بغالبيتهم العظمى ليسوا موافقين على هيمنة حزب الله على الدولة؟ وبالتالي إنهم من يدعو إلى الفيدرالية يخصص طائفة ويهمل بقية الطوائف. إن الحل الذي تطلبونه تطالب به كل الطوائف. كما وأن معارضي النظام الفيدرالي يرون فيه مقدمة للتقسيم. نحن وصلنا للانقسام الحقيقي اللي صار بظل النظام المركزي. يعني وقت انقسم البلد بالحرب الأهلية كان في نظام مركزي، وقت انقسم البلد بالحرب الأهلية الأولى ب 58 كان في نظام مركزي. واليوم هذا الشلل بالدولة اللبنانية وهذا الاستقطاب الطائفي يعني غير المسبوق. مش انه قبل كنا نحب بعضنا كثير، بس يمكن ولا مرة كان هالاستقطاب الطائفي هالقد حتى بعز الحرب. يعني بظل النظام المركزي مين بيكون التقسيمي؟ هن التقسيميين يلي عم يدافعوا عن النظام المركزي هن التقسيميين لسبب كثير واضح، لانه هذا النظام المركزي اليوم تحول الى اداة سيطرة شيعية على باقي اللبنانيين. خلينا نسمي الامور مثل ما هي. مرحلة مفصلية جديدة يمر بها لبنان، فبأي ثمن يتخطاها؟